10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة واستمرار مباريات برشلونة والدوري الإسباني لاليغا. ولكن قبل ما نعرف تفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف 3 نقاط مهمين. ولا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتقدير التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم سيلتا فيجو أمام برشلونة ضمن منافسات الجولة 14 والدوري الإسباني لاليغا. المباراة على ملعب بلايدوس، القناة الناقلة بين سبورت وان والمعلق حسن العيدروس. انتظرونا سننقل لحضراتكم أحداث هذه المباراة على قناتنا إن شاء الله فتابعونا. توقيت المباراة مساء اليوم السبت، 9 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 10 بتوقيت القاهرة والسودان، 11 بتوقيت مكة المكرمة والعراق. يذكر بأن برشلونة يأتي في صدارة ترتيب الليغا برصيد 33 نقطة، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز 11 برصيد 17 نقطة. توقع معنا في التعليقات من ينتصر في هذه المباراة ويخطف 3 نقاط مهمين ومنافسات الجولة 14 والدوري الإسباني لاليغا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.